انا اللي نعرف الاقليم اللي نمثل بلديته ونمثله في البرلمان عن بالنسبه للجهه جهه العيون ربما هي الجهه الاولى من الجهات اللي اعطات نموذج تنموي في جهتها يعني غير مسبوق له. هون تعاون اخوي على جميع المستويات وبالتساوي ما فيها يعني هيئات سياسيه تشرف على جماعات عن تسبق على الاخرى بالتساوي وماشي لين المشاريع ماشي مندمجه وماشي خدامه ان شاء الله وجهه جهه مقبوله. بالنسبه على هذه التظاهره مناظره اللي فيها افكار فيها توجيه فيها يعني بعض الامور اللي هي بالنسبه للجهه الموسعه اللي لا ينتقل اختصاص المركز الى الجهات هذا مهم ولكن هذا مشروع. رسالة البارح اللي قرا وزير الداخليه رساله الملك واضحه فيها توجيهات للحكومه باش نسرع هذا الشيء ديال الجهه الموسعه باش تكلف بمشاكلها يعني محليا. الجهويه المتقدمه هي يخصها الرئيس يعود رئيس اللي هو نفتخر برئيسنا اللي عندنا رئيس اللي هو يكون واعي واضح واقف على الامور وعنده علاقات يعني اكبر مني كرئيس في المكتب باش يمكن له يجيب المشاريع ويجيب الامور لجهته هذا هو. بالنسبه لي انا كتجربه عندي على المستوى الشارع المحلي هي تجربه صعبه تجربه واعره ولكن الانسان اللي هو حيد عنه الشكوك وحيد عنه القال والقيل وبغى يخدم منطقته خاصه اولا تعود منطقته تعود قلبه فيها وحياته فيها وشغله فيها واقتصاده فيها باش ينميها. الى عاد لا رئيس عابر والله رئيس من اجل الرئاسه ما يمكن له يوصل مستواه خاصه ينمي منطقته وخاصه كذلك يعود عنده كراع في البلديه اللي هو فيها وكراع في الاداره المركزيه الرباط يعني ماشي جاي باش يطلب ويخطط ويفكر ويشوف كيفاش يسير باقل تكلفه وتكون احسن نتيجه. هذا هو بعد انا اللي عندي من ساعه كبار التسييري والحمد لله ماشي المدينه ماشي عندي بغيتها توصل لواحد المستوى اللي مازالت ما وصلت له ولكن نتمناها توصل له لاني انا قيور على منطقتي وعلى مدينتي باش تكون احسن من الاقاليم كامله.